الاثنين بنبتدي نمشي مع المسيح. وبعدين هو ماشي، الكتاب بيقول جاع فلقى شجر التين موجودة، والتين كان مال الأراضي في الوقت ده. فالمسيح يعني زي ما الكتاب بيقول عايز يأكل من شجر التين. معروف شجر التين بالذات تبتدي الورق تبقى صغيرة، وبعدين حباية التين تبقى صغيرة، وتكبر حباية التين يكبر معاها الورق عشان يداري عليها خبيها. فبعدين بص لقي فيها ورق وملهاش ثمر. الله، راح فين الثمر ده؟ كأن شجرة التين بتضحك وبتقول أنا ضحكت عليكم، أنا مرائية، اديتكم الورق الكبير لكن الثمر بتاعي مفيش. فالسيد المسيح قال لها كده، انت ضحكتي على الناس وبتكذبي على الناس وبتبقي مرائية قدام الناس، مش هتدي ثمر بعد كده خالص. ولعنها المسيح. راحوا قضوا يومهم، وبعدين هم راجعين بعد كده، وتاني يوم بيبصوا لقي شجرة التين نشفت. قالوا له الله، نشفت شجرة التين؟ قال لهم لأنها لم تعطي ثمر وكانت مرائية. عشان يقول لنا الرياء ده مسيره الضياع، مسيره الهلاك. ليه؟ لأن المفروض الواحد من الثمرة نعرف الشجرة، مدام شجرة التين تدي تين، شجرة الحزق تدي حزق، شجرة البرتقال تدي برتقال، لكن ما فيش شجرة برتقال تدي مثلا تين، أو شجرة برتقال ما تديش، لو ما ادتش تبقى بيقطع وتلقى في النار، لو ادت تدي من نفس الثمرة أو نفس الجذور بتاعتها ما تغيرهاش. هكذا الإنسان أيضا، أنا إنسان بتاع ربنا لازم الثمار بتاعتي تبان. الناس ما بتشوفنيش وأنا بصلي وأنا بصوم وأنا أقرأ الكتاب، ما بتشوفنيش، لكن هتشوف إيه؟ الثمرة بتاعت علاقتي بربنا شكلها إيه؟ يرى الناس أعمالكم، ما قالش يرى أصوامكم ولا صلواتكم ولا قراءاتكم، قال إيه؟ يرى الناس أعمالكم الحسنة. عشان كده نفس الكتاب بيقول أرني إيمانك أريك بأعمال إيماني. يبقى شجرة التين دي بتقول لنا كل واحد لازم يعيش بأعمال كويسة، والأعمال دي تبان قدام الناس عشان الناس تقول فعلا الناس دي أولاد الله، ابن الله، يصنع ما يأمر بها الله. أو زي ما السيد المسيح قال تعلموا مني، وبولس الرسول بيقول تشبهوا بيا، يعني زي ما أنا بعمل أنتوا تعملوا، بعمل كويس تعملوا كويس. سيد المسيح طبعا معروف إن هو الإله، كل أعماله صالحة وكل أعماله من أجل البشر. فلما نتعلم من المسيح وصاياه، نحب بعض، نغفر لبعض، نخدم بعض، كل الحاجات دي قالها سيد المسيح. دي حاجات كتيرة جدا، دي مواضيع تانية عايزة لقاءات أخرى. ده قراءات يوم الاثنين متركزة على الرياء.